السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي استفسار شيخ، هل يجوز الاكتفاء بختمة قرآن واحدة للتلاوة والصلاة في رمضان؟ يجوز لك أن تقرأ الختمة خارج الصلاة وتتابعها في صلواتك وقيامك، ولك في النوافل أن تقرأ من المصحف، ولا حرج أن تمسك الهاتف مع تعطيل استقبال الإشعارات حتى لا تشغلك في الصلاة. أما في الفرائض فتقرأ من حفظك فقط من غير مصحف أو هاتف.